السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحه يا الفنانات يا الغزالات؟ وصحه فطوركم كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير؟ كي داز نهاركم؟ انا هاد النهار ما نقولش لكم عليه، والله الا عييت. البارح واليوم جوني هاد اليومين قاصحين بزاف. ايوا ندوزو نوريكم شنو وجدت هاد النهار. هذا اليوم غدرت الدجاج في الفران وخضرتو يا لاله بالبصله، كتجي معسله. ودرت هاد الخضره هادي، درتها فورتها حتى هي، ودرت شلاطه الرز. ايوا المهم دوز نشارك معكم الوصفه. عندي هنايا واحد الفروج ديال الدجاج، كيف ما كتشوفوا كنقسمو من جد الصدر للقدام وكنخليه على هذا الشكل هذا، وكنجي كنفلح ليه الصدر ديالو. وغادي نشارك معكم هنايا التوابل. احتاجيت هنايا معلقه ديال السكينجبير، الابزار، الخرقوم البلدي، واحد المعلقه ديال صغيره ديال التوابل ديال الدجاج، وعندي واحد الضويمه ديال الثومه. اللي عنده الثومه طريه يديرها، انا ما عنديش، واضطريت اني نديرها. عندي هنايا واحد نص حامضه كيف ما كتشوفوا، الدجاج البنات صدقوني كيجي غزال وكيجي زوين. عندي هنايا واحد جوج المعالق ديال المعدنوس، غادي ندير معاهم هاد التوابل هادي مع ديك الضويمه ديال الثومه. غادي نزيد عليهم هداك اللب ديال الحامض، يعني اللب ديال نص حامضه كامله. غنزيد عليهم واحد نص ربع كاس ديال الماء. صافي غادي نطحن المكونات كاملين ونرجع معاكم. من بعد ما طحنت هذاك المعدنوس والتوابل والحامض، ماشي الحامض للقشره، طحنت غير هذاك الوسط ديالو. جيت لهنايا جبت واحد الصينيه ديال غندخل الفران ولا مول ديال الدجاج، المهم داكشي اللي عندكم، لا طاوه ولا المهم داكشي اللي عندك كتخدمي به. قطعي فيه البصله على هذا الشكل هذا، وحاولي تقطعيها تكون رقيقه شويه باش ما تبقاش لك قاصحه ما طيبش. كتقطعي بشكل دوائر على هذا الشكل هذا. يوم نقولش لكم البنات هاد الدجاج كيفاش جا وما شهيتكم فيه، وتنقول للمحمد الا شافوا هاد الفيديو سمحوا لي بزاف، حيت هاد الدجاج هذا تيجي واعر البنات، والله تيجي زوين ولذيذ وكيجينا ناشف. هذا هو السر ديال هاد الدجاج هذا، انه كيجينا ناشف، ما كيجيناش يعني كيجي بحال لا شاويه في الفران. من بعد ما ساليت هذيك البصيله كحزت المول وجبت الدجاج، غادي نعمر كاع دوك الفليحات اللي فلحت بالموس. كنعمرهم بهذيك العطريه اللي درت والثومه والربيع، ونحاول نعمرهم كاملين باش كي يجينا الدجاج متبل من الداخل وكيجينا زوين. هي البنات اللي عندها الثومه طريه دير غير فص ديال الثومه ولا جوج، ما تكثريش الثومه حيت هذا ما يطيبش عندنا في لاصوص ولا يطيب عندنا في، يعني غتديريه مع الخضره ولا غديريه بوحدو، ديري غير واحد الفصيص ديال الثوم وبركه كافي. كيفما شفتوا راني درت على هاد الفتحات كلهم، درت فيهم هذيك الخلطه اللي صايبت. ايوا دهنتو كامل وعمرت هذوك الفتيحات كيفما كتشوفوا. دابا غادي نقلبوا
وغادي ندهنو حتى من الداخل. بالنسبه اللي عزيز عليها التكداد وعزيز عليها يا اختي التكدد العظيمات، ديرها على هذا الشكل هذا باش كتجي باش كيجي اللحم كله كيجينا بنين وكيجي فيه كله كيجينا متبل. ايوا من بعد ما كملت اخواتاتي وخوتي، بعد ما كملت هذيك هذاك الدجاج من هذيك الخلطه اللي صايبت وقديتو، جيت لهنايا حطيت هذيك الفصيله ورشيتها بواحد شويه ديال البزار، وغادي نرشها بواحد المكون اللي غادي تبقاو تعجبوا فيه مع الدجاج، ولكن راه كيجي خطير البنات. المهم درت واحد الرشيشه خفيفه ديال الملحه حيت بغيت انا غير تصحح لي الذوق، ما بغيتهاش تكون مالحه. هنايا درت القرفه البنات، وهذا هو المكون اللي غادي اللي كيعطينا واحد اللذه وواحد النكهه في هذيك البصيله اللي كتكون خطيره وكتجينا حتى معلكه. عندي هنا معلقه ديال السكر سنيده، يعني القرفه والسكر سنيده كيديروا الدور ديالهم وكيعطيونا واحد الصينيه ديال الدجاج بالبصله اللي كتجينا خطيره وكتجينا لذيذه. وبالنسبه للمبتدئات يتبعوا غير الفيديو شويه بشويه وراها سهله، وبالزربه كطيب لينا ما كتشتش لينا الوقت بزاف، وما عندناش ما غاديش توقفي بزاف في الكوزينه باش تصايبي هاد الشيء هذا. يعني بالزربه راكي موجده كل شيء. ومن بعد كنجيب هذاك الحامض اللي طحنت ليه ديك نص حامضه اللي طحنت ليها الوسط ديالها مع التوابل ومع المعدنوس، كنقطعها شرائح وكنزين بها الدجاج ديالي. البنات راه ما كنديرش ولا قطره ديال الماء، راكم عارفين الدجاج كيطلق الماء، البصله كتطلق الماء، انا ما غاديش ندير حتى نقطه ديال الماء. صافي غادي ندخلها للفران وغادي نخليها تقريبا واحد ما بين 40 حتى 50 حتى 55، المهم على حسب الفران على حسب درجه الحراره اللي عندك، يعني كل وحده كتعرف الفران ديالها. غادي ندخلها حتى كطيب. ملي كنقلب الدجاج ديالي كنقلب البصله كنصيبهم طابو، شوفوا شحال طلقوا ديال الماء، والدجاج راه تحمر واخا بلا ما نعريه راه تحمر من الفوق، ولكن دابا غادي نعريه وغادي نحطوه ونخليه حتى كيشرب ليا ديك هذيك لاصوص اللي فيه، ما تبقاش فيه لاصوص كثيره. وكان هذا هو الدجاج ديالنا كيجينا على هذا الشكل هذا. كنقول لكم الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ابوناو معايا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكنقول لكم عواشكم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.